السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ أمينة أم سليمان. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله وبإذن الله غادي نشارك معكم واحد الكيك اللي كتجي روعة 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 البنات، صدقوني كتجي غزالة غزالة بزاف في المذاق وحتى المنظر. كما كتشوفوا هذوك الطبقات كيجيو يعني رائعين جدا. غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير وطريقه التحضير، يعني مقادير اللي بساط. غادي نحتاجو فيهم فقط 4 ديال البيضات متوسطين الحجم بحراره المطبخ، وغادي نحتاجو كذلك واحد 2 ديال الملاعق كبار ديال الحليب المجفف. بالنسبه للحليب المجفف البنات، اذا كان متوفر عندكم الحليب السائل فغادي ديروا كاس ديال الحليب السائل، لما كانش متوفر عندكم غادي ديروا 2 ديال الملاعق ديال الحليب المجفف مع كاس ديال الماء، يعني كيعطي نفس المذاق. غادي نحتاجو كاس ديال زيت نباتيه، فبالنسبه للكؤوس لبارب كاس العنبه غادي نحتاجو ما يعادل ما بين ربع ونص كاس ديال النشا، نشا الذره او المايزينا. وغادي نحتاجو كاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر اللي كيبغي الحلاوه زايده فيدير 2 ديال الملعقه 2 ديال الكؤوس عفوا ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملح. وغادي نحتاجو كذلك 2 كؤوس ديال الفور سطر، 2 ديال الملاعق ديال الكاكاو او الشوكولا المر، 2 ديال الساشيات ديال خميره الحلوه، و 2 ديال الساشيات ديال السكر المنسم بالفانيلا. نبداو ان شاء الله وعلى بركه الله باش نجمعوا هاد المكونات ديالنا. بالنسبه للقرقاع فكيبقى اختياري فقط، كيعطينا المذاق، لكن بالنسبه ليا مع هذا الكيك ضروري انه يكون القرقاع لانه كيعطيها مذاق رائع جدا. اول حاجه غادي ناخذ بول ديالنا، غادي نديرو فيها 4 ديال البيضات كما قلت لكم من قبل، مهم انه يكون بحراره المطبخ. غادي نزيد كاس ديال السكر سنيده كما قلت لكم، فالسكر بهذا الكاس فقط كتجي هي هذيك، يعني ما كتجيش حلوه وما كتجيش عاوتاني مسوسه. بغيتو تزيدوا السكر فممكن تضيفوه. غادي نزيد كذلك الحليب المجفف، الزيت، الماء، يعني بالنسبه لهاد الكيك هادي فما كتحتاجش يعني كل اقوام نخلطوهم بوحديتهم، كنديروا كل شيء وكنخلطوا في دقه. فقط النشا هو اللي غادي نخليه مع الدقيق. ضفت هنايا 2 ديال الساشيه ديال سكر الفانيلا او السكر المنسم بالفانيلا، قبيصه ديال الملح. بالنسبه للملح فكتبقى ضروريه لانها كتصحح لنا الذوق سواء ديال الكيك سواء ديال الحلويات، يعني اي حاجه غادي نديروها هكا فممكن نديرو قبيصه ديال الملح باش كتصحح لنا داك الذوق ديال السكر. فغادي ناخذ طراب يدوي، نحاول انني نطرب بهذا الشكل، كنطربوها غير حتى كيتجانسوا لنا المكونات ديالنا كاملين وكنحبسوا، يعني ماشي ضروري اننا نطربوها حتى تطلع لنا اولا شي حاجه. ثم من بعد غادي ناخذ هنايا الدقيق، غادي نضيف نصف كاس او ما بين نص وربع كاس ديال النشا، خلطته مع الدقيق وغادي نبدا نديرو بهاد الشكل هذا. انا كنغربل وانا غادي نبدا نخلط، يعني ما غاديش نكب الكميه كامله اللي عندي، فقط غادي نبقى نضيف بالتدريج. علاش ما كنضيفوش الدقيق في خطره واحده باش هكا ما يولي لناش فيه حبيبات ويخسر لينا الكيك ديالنا، فكنحاولوا اننا نديرو بشويه بشويه ونحركو مره مره باش هكا تجينا الكيك ديالنا كلها مخلطه. غادي نضيف الكميه المتبقيه عندي من الدقيق اللي هي كاس ديال الدقيق. فبالنسبه للمقاسات البنات، يعني الا طبقتوا يعني الا تبعتوا المقادير اللي عطيتكم بالمقاسات اللي عطيتكم راه صدقوني غادي تنجح لكم، غادي تجيكم زوينه بزاف، كتجي رطبه وهشيشه بزاف، والمذاق ديال القرقاع كذلك والكاكاو كيعطيها مذاق اكثر من رائع. غير هي فيها واحد شويه ديال الخدمه بالنسبه للبنات اللي ما يبغيوش، يعني ما عنديش عليهم هكا الروينه شويه، فيها واحد شويه ولكن ماشي شي حاجه اللي مهمه مقارنه ب يعني بالنتيجة اللي كتعطي في الاخير البنات. فهنا غادي ناخذ الكميه ديالي، حاولت انني نقسم الكميه البيضاء على 2 ديال، يعني قسمتها على 2. وبالنسبه
الكمية المتبقية عندي، فكنشوف عيني ميزاني يعني بالنسبة خاص يكون عندي نفس القياس ديال الأسود نفس القياس ديال الأبيض، يعني جوج لايف أبيض جوج لايف من الخليط الأسود أو الخليط اللي مخلط بالكاكاو. فهنا حاولت أني نضيف الكاكاو ديالي البنات وبقيت كنخلط حتى تجانسولي، وغادي نديرهم كذلك في الزلافة باش هكا نقدر نشد العبار ديالي. بالنسبه لكيفاش كندير الطبقات البنات فغادي تعرفوا علي دابا غادي تعرفوا على كيفاش كندير الطبقات باش كيجيو بداك الشكل يعني ابيض اسود، وكذلك يعني الطريقه اللي كندير انايا كل واحد وطريقته. يعني ممكن ما عرفتش كاين بعض الانواع اللي كيديروها في الثلاجه كتبرد وكيعاودوا يديروا عليها وكيديروها طيب في دقه، لكن ما عجبتنيش هذيك الطريقه. طريقتي انا هي هذه، خديت مول، انا خديت هذا المول ديال الزاج دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق يعني بطريقه عاديه جدا اللي كندهنوا بها المول ديالنا. الا بغيتوا تضيفوا حتى في المول المدور داك اللي عنده طرطقات من الجناب فممكن تضيفوها، لكن انا كيجيني هذا احسن لاني كنقطع في الاخير مرسوات مربعين مقادين. فغادي نضيف القليل من اولا النصف اللي انا سبق لي قسمت من قبل ديال الخليط الاسود، فكيبقى يعني شنو بغيتو تضيفوا في الاول حسب الرغبه ديالكم. انا بالنسبه ليا لاني كنزين بالشوكولاط من الفوق كندير هذوك الخطوط ديال الشوكولاط، فكنحاول انني نخلي الخليط الابيض هو الفوقاني، لذلك كنبدا باسود ابيض اسود ابيض باش كيجيني هو الفوقاني. فهنايا قديت هاد الخليط ديالي مزيان ودوزته على الجوانب. بالنسبه للفرن فيكون ساخن على اقصى درجه، شاعل من الفوق ومن التحت. ملي كنقرب نخشي هاد الكيك ديالي او هاد المول اللي فيه هاد الخليط، فكنحاول اني نقص واحد شويه النار وكنخليها تقريبا 10 ديال الدقائق حتى كتبان لي طابت تماما، عاد كنعاود كنخرجها. فبالنسبه للقرقع ممكن حتى تكبوا الخليط عاد ديروه من الفوق، وممكن تخلطوا القرقع ديالكم مع هذاك مع ديك العجينه ديالكم اولا هذيك الخليط ديال الكيك ديالكم، ومن بعد تصبوه فوق الكيك الاولى اللي طابت من قبل. فبالنسبه للوقت البنات، اذا كان عندكم الفرن ديال الغاز كما قلت لكم 10 ديال الدقائق كطيب، الا كان عندكم الفرن ديال الكهرباء تقريبا بحال هكاك شي 8 ديال الدقائق 7 ديال الدقائق غادي تلقاوها طابت، لان الفرن ديال الغاز ديال الكهرباء عفوا غنديروه على 200 درجه باش هكا كطيب لينا دغيا دغيا. فانا قلت لكم الا كان عندكم سواء عندكم فرن ديال الغاز سواء عندكم فرن ديال الكهرباء فممكن طيبوا فيه. بالنسبه لواحد الملاحظه، هي في الاول كنكونوا شاعلين من الفوق ومن التحت، ما كنشعلوش فقط من التحت حتى كتنفخ لينا، كنشعلو من الفوق ومن التحت. وفي هذه المرحله الثانيه ملي كنبداو نطيبوا هذه الطبقات الاخيره اللي كيبقى اللي كيتبقاو عندنا، فكنشعلو فقط من الفوق، سواء كان عندنا الفرن ديال الكهرباء سواء كان عندنا ديال الغاز. ديال الكهرباء كنخليوه على 200 درجه فقط شاعل من الفوق حتى كتحمرنا وكنعاودو نخرجوها ونعاودو نفس العمليه. كذلك ديال الغاز اذا كان عندنا فغنعاودو نخشيو هاد المول ديالنا من بعد ما غادي نقاد. اكيد القرقع اللي كيعطيها مذاق رائع رائع جدا. اذا كان عندكم الشوكولاط وبغيتوا تضيفوه من الوسط فممكن كذلك تضيفوه في هاد المرحله هذه، كتجي المذاق ديالها بحال براونيز بالضبط، المذاق ديالها بحال براونيز كتجي يعني ميدمه وزوينه بزاف بزاف. اصلا اي كيك كنديرو كنديرو فيها الحليب فكتجي زوينه، ولو هنايا درت الحليب بودر مع الماء عطاتنا مذاق لي رائع جدا، فقط لما كانش متوفر عندكم فعندكم باش تعوضوه. يعني هذا هو الهدف من الفيديو، اننا ماشي ضروري ان يكون عندنا كل شيء. بالنسبه للمايزينا البنات اللي ما متوفرش عندها ما ديرهاش، غير هي واحد الملاحظه، المايزينا كتخليها كتجي بحال الا كتجي بحال الا فازغه من الداخل، يعني كتجي زوينه عكس لما درتيش المايزينا كتجي واحد شويه بحال الا ناشفه، ماشي ناشفه هي راه غادي تكال، ولكن كتجي واحد شويه بحال الا ناشفه. يعني ممكن تستغني على المايزينا، لكن هذا هو الهدف من اننا كنديروا المايزينا في هذا الكيك هذا، يعني كتجي مغايره على الكيك العاديه. غادي نخشيها مره ثالثه في الفرن حتى كتبان لي طابت تماما، وكنعاود نجبدها وكندير خليط ثالث.
كنحاول انني نوزعو، واخا يكون البنات الطبقه يعني واخا كتبان لكم رقيقه فحاولوا توزعوها، راه من بعد ما كطيب كتنتفخ لان فيها زوج ديال الخمارات، وكنحاولوا اننا نمرروها من الجوانب كاملين، يعني تغطي لنا هذيك الطبقه اللي بالاسود لتحت، حاولوا ما امكن اننا نوزعوها بهذا الشكل هذا. وغادي نخشيها مره اخرى في الفرن حتى تحمر ليا من الفوق، وكتبقى طريقه التزيين سواء بغيتي تضيفي غاناش سواء بغيتي ديري غير دانون يعني ديال الشوكولاته توزعي عليها، سواء انك بغيتي تاخدي دانون يعني وديريه في لابوش وتحاولي تدوزيه، اولا يعني كيبقى لك الاختيار، اولا بغيتي تدهني بالكونفيتير وترشي الكوك، يعني هذا كيبقى بكامل الاختيار ديالك انتيا. انا قديتها بواحد شويه ديال الشوكولاته بهذا الشكل هذا وحطيت قرقعات في كل مورسو، فكيكون هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، جربوها ما غاديش تندموا عليها. خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله.